يسعد مساكم ومبارك طاعتكم. على طلب الصبايا خالي دلال، اللقم عم يفشل معنا، عم يطلع طري ما عم يقرش. خلينا نركز، بدي اعطيكي المقادير بالجرام وبالكاسات. بدي احط طحين مع 3 معالق طحين فرخة بس، كلياتهم مجموع 750 جرام. طلعوا معي 4 كاسات. ومعلقتين كبار. راح اقول لك شغله، قاعده اساسيه، دائما وزن النواشف بيوازي وزن الماء. بعطيكي مثال، حطيتي 750 جرام طحين معناتها 750 جرام ماء. خديها قاعده اساسيه. البعض راح يسالني، ممكن خالي دلال نحط مع الطحين نشا؟ ممكن تحطي بس معلقه وحده ما تكتفي. انا حطيت بلا نشا، حطيت طحين فرخه بيدعم لي القرشه. المهم في طرق عديده، نحن بدنا طريقه تقرمش وتكون مفرغه من جوا وتغب قطر، ما تكون قشره كتيمه وقاسيه. انتبهوا على طريقه التحضير وليس المقادير. انتبهوا لي على مراحل العمل، لانه مرحله العمل وتسلسل وضع المواد هي اللي بتنجح الوصفه. مقدار الماء نحن قلنا 750 جرام قد مقدار النواشف. يا ريت نركز على طريقه التحضير. اول مرحله، هون سر النجاح، باخذ من مقدار الماء كوب، المي سخنه، راح احط معلقه خميره كبيره، وبدنا قطر. هدول هن 50 جرام، شوفوا ايش قد بيطلعوا، معلقه، 2، 3. برجع بعيد، حطيت كوب مي، اخذت من مقدار الكلي كوب مي، معلقه خميره، وحطيت مقدار القطر. شوفي ايش بدي احط، معلقه، وهي معلقتين، وهي 3. هي كتير مهمة، بتعطي لمعة للقم، وبنفس الوقت بتسرع عملية التخمير. هذا اسمه سائل التخمير، راح أحطه على جنب ليتضاعف حجمه. البعض راح يسألني، خالي دلال ممكن أعجنه على إيدي؟ طبعاً أنا منزلة فيديو اعجنيه على إيدي. الحليب لا تحطوه، بيعطيها طراوي. في بعض بيحبها هشه حطوا، اللي ما بيحبها هشه بحبها مقرمشه ما يحط حليب. بدي احكي قبل ما اشغل العجان، ممكن على ايدك، بدي احط المي شوي شوي، بدي احصل على عجينه، هون سر النجاح، عجينه. بعدين بحط مقدار الخميره وبرخيها، هذا اسمه بمصطلحات المعلمين تنزيل العجين وتبييضه، وتحويل العجينة من عجينة لسائل. هون سر النجاح. هذا سر النجاح، عملت عجينة بعدين برخيها، هذا هو سر نجاح اللقم. هلا بعد التأكد من صلاحية الخميرة ليتضاعف حجمها، منزيد سائل الخميرة فوق هالعجينة، منرخيها شوي شوي لنحولها لعجينة شبه سائلة.
خلينا نتفقده. هذا سر النجاح، هذا اللي بده يعطيه اللمعة. بحطه هون وبنزل بقى هالسائل هاد فوق عجينتي اللي صارت عجين. في مكون الزيت هذا وضعه اختياري، عن تجربة أنا شفت بيعطي سلاسة بتنزيل الخليط وقت التشكيل. راح نشوف كم معلقة مشان ما تتحججوا تقولوا ما في معلقة مقاس. هي كجرام 50 جرام. واحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة. أربعة معالق. ما رح تسمعوا صوتي، بدي أشغل الماكينة. هذا سر النجاح. هيك بدي اياها، شايفه مثل الخيطان. هذا سر النجاح، بيكون هيك. بقولوا لي هالصبايا اذا ما عملوا هيك شلون بدها تنجح معهم وتقرمش معهم؟ انا ما عم بفهم. برقدوا لي على مقادير اكسري بيضه، هات ايدك والحقني، وبرقدوا على عصر السرعة. هذا سر النجاح. حبيبة قلبي تابعي الشيف اللي بدك اياه، بس يا ريت تختاري صح. لا تفرحي على مقادير اكسري بيضة وفشل مادي ومعنوي وتجي تقليلي انه والله ما نجحت معي انا اخذت مقاديرك. موشي بالمقادير حبيبة قلبي، بدك تعملي نفس تحضير خالي دلال، هذا هو النجاح. هات. بجد احيانا بعصب من زعلي على الصبايا. بس شفتي شيف قدم لك هالخليط هاد النجاح بالمية تسعين وتكملته القلي. وقت بتحصلي على هيك خليط مستحيل تطلع معك أشكال فضائية أبدا، تطلع متماسكة، حتى ما بتعذبك بالتشكيل أبدا أبدا. ضروري نريحها، دليل راحتها بتضاعف حجمها أقل شيء نص ساعة. راقبيها حسب حرارة المكان اللي أنت موجودة فيه. بعد تلت ساعة استفقتها، انتفخت وطلع سقوب، بس لسه بدها شوي. أخذ التخمير صحيح، شوفوا شلون طافت. هلأ بحركها وببدأ. هذا هو النجاح. وبعد مرور 45 دقيقة أخذنا روعة هالنجاح. التخمير الصحيح صارت مثل الخيطان، مطاطية بتلزق بإيدك، متشابكة، يسهل تشكيلها. ممكن كيس حلواني وراس الكريمة اللي ما فيه شرشرة، وممكن كيس عادي تعملي له فتحة، ممكن قنينة مي تسقبي الغطا تبعها وتحددي حجم الفتحة. بدنا مقص، بدنا زيت، جنبنا صحن زيت. من حين لآخر عم بضغط وبقص حسب الحجم اللي بدي اياه، والمفروض نحرك بخفة، تحريك مستمر لحتى تاخد لون ذهبي خفيف جدا مايل للبياض، لأنه نحن بدنا نعمل قلية أولى وبدنا بعدين يبردوا ونقلي قلية تانية لناخد قرشة من أروع ما يكون. ويا ريت تسمعوا الصوت من أول قلية. ممكن جود بالموجود بلا مقص بإيدك بتلتي أصابعك زيت وبتملصي تمليص وبتضغطي واختاري الحجم اللي بدك إياه. اسمعوا القرشة هاللون بدي إياه.
ممكن تفرزيها بهالمرحلة، بعد ما تبرديهم تحطيهم بكياس وتحطيهم بالفريزر وقت الحاجة بتطالعيهم وبتقلي مباشر. وممكن تحطيهم بعد القلية الأولى، هاي تحطيهم بعد ما يبردوا تحطيهم بالبراد لمدة 5 أيام، كل ما بدك بتطالعي وبتقلي، إيش بدك أحسن من هي. ممكن تشكيل بالمعلقة، أي معلقة صغيرة متوفرة عندك جنبك زيت بتلتيها بالزيت وبتغرفي وبتحطي الخليط بإيدك، تعملي فتحة بين الإبهام والسبابة وبتضغطي بإيدك بتلاقي الخليط مطاطي عم بيطلع من الخليط مثل فقاعة مستديرة، تغرفيها بالمعلقة وبتصبيها وبتنزل بسهولة لأنه غطيتيها زيت. عرفتوا فائدة الزيت شقد مفيد، إن كان بالخليط وإن كان جنبك عم بتغطي المعلقة بالزيت. هون كسرت جوز اللي بيسموه عين الجمل، ممكن ناعم ممكن خشن، وبالمعلقة عم بغط زيت وعم بضغط بإيدي الخليط بإيدي متحكمة فيه، إغدة تخمير بياخد العقل. تطلع هالفقاعة الدائرة من خلال كفي بالفتحة اللي عملتها بإيدي، وبغرف بالمعلقة وبطبها بالزيت. أنا بحب هالطريقة كتير حلوة، وطريقة كيس الحلوان. المهم تحريك بخفة، ودائما منلاحظ لقم الجوز ما بتلاقيه مستدير 100% بسبب الجوز العين الجمل. النار المفروض تكون وسط، وحتى أحيانا تحت الوسط وقت الصب، وبخفة لازم تحركي المعلقة لحتى تاخد حبة اللقم من جميع الأطراف لون كاشف على بياض. هاي منسميها المرحلة الأولى للقلي. بعد ما يبرد تماما نقلي القلية الثانية لحتى ناخد قرشة دائمة بتاخد العقل. ويا صبايا دايما وقدك تختاروا مقادير لا يبهركن شكل المستدير، انتظروا لحتى هالشيف يقطع قطعة وتشوفوا من الداخل لونه ضبابي ما لونه ابيض، هذا دليل انه غبت قطر ومفرغة من جوا تقرش. ما تفرحوا اللي بيحطوا له نشا كتير، بتلاقيها كتيمة ماكنة وعب تقرش ومن جوا لونه ابيض ما بتغب قطر. اذا بدك تحطي نشا بتحطي معلقة وحدة لكل المقدار، البديل حطيت طحين فرخة. المهم بإذن رب العالمين هي الطريقة الصحيحة من ملك الحلويات شيخ الكار أبا عن جد 60 سنة أخذ المصلحة من أجداده وهو قريب زوجي. تعلمت شعبيات اللقم المشبك القطايف الحلو العربي كله، وفعلا يرفع له القبعة. المهم بعد ما يبردوا تماما بحط جزء بأكياس وبقلن أضو للفريزر، وجزء بدي أتركه بالبراد وأقليلكن القلية الثانية ونشوف روعة القرشة والتفريغ من الداخل وشلون بيكون لونه. الكمية اللي عملتها كبيرة، جزء رفعته بالفريزر، القطر جاهز بحرارة المطبخ ماله سخن أبدا، وبدي أقلي جزء المحشيين جوز وجزء تاني بدون جوز. رجاء النار وسط، وحتى خففي أقل من الوسط بشوي، وكبسي بالكفكير بهالشكل مشان تاخد لون موحد كرة اللقم. شايفين اللون شلون كله لون واحد بسبب التحريك المستمر والتكبيس والتغطيس بالزيت. مباشرة منطالع اللقم ومنغطسه بالقطر ومنتركه بالقطر. قليت الوجبة اللي بعدها بعين الجمل بالجوز. رجاء اتركوا اللقيمات بالقطر لمدة 10 دقائق مشان تشرب قطر وتكسب اللمعة اللي بتاخد العقل. سمعانين صوتها
ما أروعه، اكتسبت لمعة وبنفس الوقت شربت قطر ومن جوا اتغير لونها، ما بتبقى عجين. رح أفتح لك وحدة وأقرب لك إياها على الكاميرا، شايفة شلون غيبة القطر؟ حتى إذا كبستيها بينزل القطر منها. هون فتحت عدة حبات مشان أفرجيكن روعة النجاح. بدي أقسم لك وحدة من الجوز، شايفين؟ ما في شي لون أبيض عجين. عرضت لك سر النجاح وبتمنى تجربوا أم الجوز، طعمه بياخد العقل. ويلا عين الخالي، بعد شرح خالي دلال ما رح نخاف، رح نعملها بثقة كبيرة. تحياتي، بودعكن وقولوا بسم الله.